بسم الله الرحمن الرحيم. محمد حجرة الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة فاس مكناس. كان لنا هذه الأمسية طبعا لقاء تواصلي، قسمناه إلى عدة محاور. المحور الأول خصناه لمحور التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للنساء، انطلاقا من المكتسبات التي تمت مراكمتها على المستوى الوطني، انطلاقا من الإشارات القوية التي يعطيها جلالة الملك لأبناء شعبه وخصوصا للنساء ودورهن في صناعة القرار السياسي والقرار على مستوى المؤسسات الدستورية بشكل عام. طبعا التمكين السياسي هو المدخل الحقيقي للتمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي. نحن في الأصالة والمعاصرة قاضين بقوة من أجل المساواة، من أجل تحقيق المناصفة. دستور 2011 وفي الفصل 6 وفي الفصل 30 يشيرون بقوة إلى دور المرأة في يعني تحقيق التنمية، دور المرأة في المشاركة السياسية. حزب الأصالة والمعاصرة ناضل بقوة من أجل توسيع تمثيلية النساء في مؤسسة البرلمان، حيث حزبنا ناضل بقوة باش هذيك اللائحة الوطنية تولي لائحة جهوية، ما تبقاش فيها 60 تولي فيها 90. وأكثر من ذلك طموحنا هو أنه النساء يعني هن المجتمع، كل المجتمع وليس نصف المجتمع فقط. وبغينا ونضالنا نساء ورجالا شبابا وشيوخا داخل الحزب من أجل مزيد من التمكين السياسي للنساء والاقتصادي والاجتماعي. كانت المداخلات بحضور ثلة من الفاعلين، رئيسة المنظمة وكذلك النواب البرلمانيين، من أجل يعني الوقوف على ما تم إنجازه حصيلة العمل في أو المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية، خصوصا ونحن نجتمع في مدينة العلم، مدينة الثقافة، مدينة جامعة القروين. هذه الجامعة التي كانت وراء يعني بنائها امرأة سيدة فاضلة هي فاطمة الفهرية. طبعا النساء هم شقائق الرجال في الأحكام، وبالتالي ما يمكنش بلادنا تحقق ما تصبو إليه من تنمية وسؤدد وتقدم ورفعة بدون ما تكون المرأة في مقدمة يعني مؤسسات دستورية، حضورا وترشيحا وانتخابا. وخصنا نعطيو الفرصة للنساء باش يبينوا على الكفاءات ديالهم. أكثر من ذلك في العالم هناك دراسات تؤكد على أن النساء هن أقل فسادا ورشوة من على المستوى الدولي من الرجال. لذلك أن حزبنا جاء لتحرير الطاقات، بغينا مزيدا من تحرير الطاقات بالنسبة للنساء، مزيدا من تواجدهن في المؤسسات المنتخبة، في الجماعات، في الجهة وفي البرلمان وفي المناصب الوزارية. ولماذا لا؟ طبعا أثبتت المرأة أنه حتى في الدبلوماسية الدولية الحمد لله النساء المغربيات يبذلن لنا يعني مجهودات كبرى. أيضا في مختبرات البحث العلمي في العالم هناك نساء، هناك مغربيات في النازا، هناك مغربيات في مراكز متقدمة من البحث العلمي الدقيق. وبالتالي في الشق المتعلق بتمكين النساء كنعتبر احنا في الأصالة والمعاصرة أن الممارسة هي الأساس، حيث أنه المجتمع هو الحاضن للنصوص القانونية اللي كي يصدق عليها البرلمان، وهي مهمة بالنسبة للمرأة فيها مكتسبات. طموحنا هو أننا نوصل للمناصفة. طبعا الآن كنا في 21% في البرلمان، باغي نمشيو 29% و25% و30%، لماذا لا؟ كاين لأول مرة ثلث النساء في المجالس العامة والأقاليم، خمسة ديال النساء عاد يكونوا في جميع الجماعات الترابية. بمعنى الحزب الأصالة والمعاصرة طبعا كيعد العدة بالمناضلات ديالو، بالكفاءات ديالو، بالنساء ديالو، بالأطر ديالو، بالشباب ديالو، باش يقدم واحد النخبة جديدة على مستوى جهة فاس مكناس. لأننا فعلا معادلة سياسية، البام معادلة سياسية صعبة على مستوى الجهة. وطموحنا هو أننا نحقق 11 ديال المقاعد في البرلمان، ونكونوا مشاركين في تسيير أو نسير مجموعة من الجماعات على مستوى الجهة بأقاليمها، يعني السبعة والعملات ديال فاس ومكناس. وبالتالي الحضور ديال هذه الأمسية مع النساء أولا من كل الأقاليم ديال الجهة،
جاءوا السيدات من فاس ومن مكناس ومن تاونات ومن تازا ومن الحاجب ومن إفران ومن صفرو ومن مليعقوب ومن مكناس للمشاركة. ورسالتنا واضحة في البام هو أنه نحن معبئين جميعا من أجل تنزيل توجهات الكبرى للقيادة الحزبية بقيادة الأخ عبد اللطيف وهبي خصوصا، ونحن الآن نشتغل على ثلاث محاور أساسية: المحور السياسي، المحور التنظيمي، والمحور الخاص بالإعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة. في حقيقة سؤال ذكي جدا. أولا على مستوى الدوائر، على المستوى المحلي في فاس حققنا المناصفة، عندنا دائرتين، دائرة سيعدي ترأسها أو تسكية فيها التعطات لسعز البار، ودائرة شمالية سترأسها سيدة فاضلة تشتغل بجد وبكد، وإن شاء الله سنقول كلمتنا على مستوى هذه المدينة العريقة. لذلك نجد طبعا الانزعاج ديال المنافسين ديالنا على اعتبار أن البام خلخل المعادلة التقليدية والتقليدانية السابقة التي كانت في المدينة، وطموحنا هو أننا نكون في مجلس المدينة وفي الجهة. أكثر من ذلك عندنا نساء باغيين يكونوا هن يعني رئيسات جماعات ترابية، ولماذا لا رئيسات مجالس عمالات أو أقاليم؟ لماذا؟ لأننا كنقول بأن عن البام له من الكفاءات النسائية ما يؤهله باش يترأس هذه الجماعات الترابية. على المستوى الوطني في الشق المتعلق باللائحة الجهوية، حزب البام كان واضحا في هذا الباب. أولا ناضلنا باش ما تبقاش لائحة وطنية وكنشوف فيها النساء ديال الدار البيضاء وديال الرباط، ناضلنا باش هاد السيدات يجيو من المغرب بكل جهاته وأقاليمه، وبالتالي القيادة الحزب غادي تفصل وتوضع المؤشرات ديال النساء الراغبات في الترشح، وستوضع هذه الترشيحات على المستوى الوطني، وستكون لجنة مختصة من قيادة الحزب باش تفصل في هذه الترشيحات. اللي أساسي عندنا هو أنه الكفاءات ثم الكفاءات، وما يمكنش نهائيا أبدا نمشيو في هذه المقاربة ديال أنه شي واحد عيجب بنته ولا عيجب نسيبته ولا عيجب مرته. علاش؟ طبعا الكفاءة والميدان على التراكم أمام الحكومة وإحراج الحكومة والتشريع وتقييم السياسة العمومية من طرف هؤلاء السيدات الفضليات. وعندنا حقيقة عندنا سيدات كفؤات فيهم يعني المختصات في مشارب علمية مختلفة، غادي يكون بيناتهم التنافس، وغادي يكون الترتيب ديال هاد السيدات طبقا للمعايير التي سيتم إيجاز تحديدها من طرف القيادة الحزبية. هو في الحقيقة نقدر نقول رب ضرة نافعة، كورونا عطانا وعلمنا كيفية الاشتغال عن بعد، حيث أنه في السابق كان الاجتماعات كلها كدار بشكل مباشر إلى آخره، واللقاءات المباشرة كتكون فيها الحميمية وكيكون فيها الوقت الكافي ديال التواصل والاتصال المباشر. لكن الاتصال عن بعد علمنا طريقة أخرى للاشتغال، مثلا في الجهة يمكن نديروا لقاءات عن بعد ما بين المسؤولين الحزبيين في الشبيبة في المرأة، وكندرسوا القضايا. أكيد نحن الآن الحزب تقدم خطوات كبيرة، عندنا فريق إعلامي نحن ثانيين على المستوى الوطني دراسات علمية، عندنا حضور إعلامي على المستوى ديال الجهات، عندنا شباب وشابات يعني يتقنون هذا العالم ديال التواصل في المواقع الاجتماعية، وعندنا أيضا شابات وشباب يبدعون في التواصل في عالم الرقمنة. ولكن رغم ذلك كيتعتبر هذا العالم ديال الرقمنة هو من بين الأولويات اللي خصنا نقدموا فيها، لأن جائحة كورونا فتحت هذا الشيء وعراته. أيضا جائحة كورونا، وبالمناسبة خصني نحيي النساء اللي كانوا في الصفوف الأمامية أثناء الجائحة، اللي كانوا في قطاع الصحة، نساء والرجال طبعا، وفي الأمن، وفي كل السلطات الأمنية اللي كانت في الواجهة، والمنتخبات والمنتخبين والجمعويات اللي كانوا في الواجهة واللي كانوا كيشتغلوا مع المواطنات والمواطنين، وأيضا نساء الإعلام وكل ونساء اللواتي يتواجدن في المنازل والتي يعيننا الأسر اللي خدموا خدمة كبيرة باش يعني كيحافظوا على واحد الجو اللي جديد على المغاربة وجديد على العالم. وبالتالي كنعتبروا أن الأسرة المغربية العماد ديالها هما النساء، وبلادنا مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي هي إبداع ملكي بامتياز عطت فرصة للنساء في العالم القروي والجبلي باش يشوفوا فتيات اللي ما كانوش كيمشيو للمدرسة ولو كيمشيو للمدرسة كاين النقل المدرسي بشكل من الأشكال كيقرب هذه العملية. بمعنى نجحنا على المستوى الكم، على المستوى البادية وعلى مستوى الجبل، ننتظر التجويد ديال هذه الخدمات
الاجتماعيه في التعليم والصحه باش يمكن نقفزوا القفزه الكبرى للورش الملكي الكبير المتعلق بالحمايه الاجتماعيه اللي هو المدخل الاساسي ديال العداله الاجتماعيه وديال العداله المجاليه اللي يمكن غادي يعطينا واحد الامكانيه ديال الضمان ديال الكرامه ديال المواطنات والمواطنين امام المرافق العموميه وتحول الاداره العموميه لخدمه المواطنين وليس العكس. وبالتالي كنقولوا ان المغرب خلال 20 سنه الاخيره شق طريقه بقوه لكن عندنا تحديات كبرى وعندنا فرص حقيقيه يمكن الى عرفنا كيفاش نستغلوها بالذكاء الجماعي ديال المغاربه غادي نبرهنوا وكيما برهن الشعب المغربي دائما انه فتره الازمات وفتره الصعاب كيخرج قوي وكيواجه بقوة وكيقدم إجابات فيها قيمة مضافة على مستوى ديال صناعة القرارات الكبرى وعلى مستوى ديال صناعة الثروة وتوزيعها على أبناء الشعب وعلى ربوع المملكة حيث أنه يمكن عندنا الآن مدن وجهة بحرية نتسخروا بها. بغينا وسط المغرب الأطلس مقدمة الريف منطقة جبالة مجموعة من المناطق ديال المغرب اللي مازال فيها المؤشرات ديال التنمية هابطة ندفعوا بقوة بكل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والجمعويين باش يمكن بلادنا تولي بين 20 دولة صاعدة على المستوى الدولي وهذا الطموح يمكننا نحققه خصوصا أن جلالة الملك ما فاتئ في خطاباته سواء على مستوى افتتاح البرلمان أو الخطابات التي كيوجهها في المناسبات الوطنية كعيد العرش وغيره من الأعياد الوطنية والدينية كيشير إلى هذا الطموح ديال أنه بغى يشوف المملكة المغربية ما بين 20 دولة صاعدة على المستوى الدولي والمغاربة قادين يديروا هذا الشيء وهذا الشعب عنده من الحنكه والفطنه والقدره على انه يوصل لهذا المستوى ان شاء الله في المستقبل. هو في الحقيقه يمكن الشعار اللي يكون جامع مازال ما تكلمناش على الشعار. احنا الان في الحزب بصدد الاعداد ديال البرنامج الانتخابي في الشق الاقتصادي الاجتماعي القطاعات الحكوميه الى اخره الجماعات الترابيه الحكامه الشباب المراه مواقفنا وبرنامجنا ولكن بالنسبه لنا المرحلة القادمة هتكون صعبة وعارفين علاش كوفيد أثر بشكل خطير على الموارد المالية للدولة على الاقتصاد على التشغيل على الشباب على التعليم على الصحة على غيره من القطاعات. تحديات كبيرة كتنتظرنا ولكن كنقول حتى القوانين الانتخابية يمكن تعطي واحد الإمكانية ديال أننا نشوفوا نخب مغربية جديدة كتدخل البرلمان كتدخل الحكومة كتدخل الجماعات وتجاوب بشكل من الأشكال على هاد الإكراهات الكبيرة هاد التحديات الكبيرة. والشعب المغربي علمنا كنقول بنخبه رجاله ونسائه أنه يقدر يخرج من هاد الصعوبات اللي واجهت اقتصاديات كبرى بقوة إن شاء الله منتصرا وليس مهزوما. شكرا لمجلة أصوات ولموقع أصوات على ما يقوم به من عمل على المستوى الوطني. مرحبا بكم جهة فاس مكناس وسنبقى رهن إشاراتكم للتواصل للتعاون من أجل يعني خدمة قضايا الوطن والمواطن في التزام تام بثوابت هذا الوطن الغالي. سبحان الله عليكم. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.